واحد بيقول انا متزوج لي سنتين ودول اتعب سنتين في حياتي لان زوجتي متعبة ولا تسمع كلامي وجربت كلام الانجيل منفعش وجربت العنف منفعش وما فيش سلام بيني وبين اسرتي لان من البداية كانوا رافضين ان احنا نتجوز. اهل زوجتي ناس وحشين وانا منعها ان هي تروح هناك لغاية ما قلت لها روحي بس تروح لوحدك لان عندي بنت وقلت لها البنت ما تروحش هناك وللأسف انا عايش في عذاب. ارجو من قداستكم الافادة. ربنا يحنن عليك قلوب النساء. هو لازم فترة الخطوبة تكون طويلة شوية والناس يعرفوا بعضهم معرفة كويسة قبل ما يتجوزوا. ساعات فترة الخطوبة بتبقى قليلة من غير ما يعرفوا بعض وساعات فترة الخطوبة تكون فترة عواطف مش فترة معرفة وبعدين يكتشفوا الحقيقة المرة بعد الزواج. انت يا ابني ما تقعدش تؤمر فيها اوامر لان هي ما بتسمعش كلامك. بتقول كلمتها كده قالت لا وكده ما نفعش. ما تأمرهاش، سيبها شوية لغاية لما هي هترجع لك لوحدها. تقعدش تأمر فيها كتير. اللي زي دي الأوامر معاها تنرفز أكتر.